الأخطار التي نواجهها من أعداء الدين، من الذين هم على حرب ضد المسلمين من اليهود وغيرهم. نحن نعرف خطرهم، أنهم أعداؤنا ونحذر منهم، ولكن الخطر الذي هو أكبر من ذلك أن يندس بين المسلمين من يظهر أنه يتكلم باسم الدين ثم يفسد عقائد الناس. يعني من الناس من يقول في تحذيرنا من هؤلاء الذين يتكلمون ببعض المسائل التي فيها مخالفة للنصوص الشرعية، التحذير من هذه الفرق الضالة التي تنتسب هي إلى الإسلام. من الناس من يقول إن في ذلك جعل فتنة بين صفوف المسلمين، فما قولكم في هذا؟ هو أخي الكريم، إنكار المنكر ليس فيه تفريق لوحدة المسلمين، نعم، بل إنكار المنكر فيه حفظ لوحدة المسلمين، لأن المنكر إذا ترك يندس بين المسلمين ولا يوجد من ينكره ولا يوجد من يحذر منه، هذا يؤدي إلى استشراء الفساد، وإذا استشرى الفساد بعد ذلك يصير الأمر في صعوبة جدا. القلع في الأول غير القلع لما يستشري. نعم. العلماء قالوا الآكلة هذه التي نحن نسميها الغرغرينة، إذا دبت في جسد الإنسان، دبت برجله، هل يقول هذه رجلي أنا أتركها كيف أقطعها؟ إذا تركها الآكلة أكلت جسده، وإذا قطع رجله كان فيه نجاة باقي الجسد. هل يقول أنا أترك رجلي حتى يدب الداء في كل جسدي، أم أقطعها حتى أحافظ على الجسد؟ وكذلك لا يجوز أن يترك إنكار المنكر، لأن المنكر إذا استشرى كالآكلة، يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى الهلاك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا بالغا من التقاعس في إنكار المنكر، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه. وفي حديث آخر: إذا رأت أمتي المنكر ولم تنكره أوشك الله بأن يعمهم بعقاب منه قبل أن يموتوا. هذا بدل على أهمية إنكار المنكر، ولكن إنكار المنكر كمان له ضوابط وله أمور، يعني لا يجوز إنكار المنكر إن كان يؤدي إلى منكر أعظم منه. نعم. ولكن إن أنت سمعت إنسانا يسب الله، أو سمعت إنسانا يقول الله جسم، سمعت إنسانا يقول الله له شكل، الله جالس على عرش، الله له يتحرك يسكن، عندئذ هنا تنكر عليه وتقول له هذا لا يجوز، أنت تخالف قول الله تعالى ليس كمثله شيء. أما نعم. أن تتركه تقول هو أيضا بصورة الشيخ يتكلم، نعم. وأنت بصورة شيخ تتكلم، كلكم تريدون الخير، يقال له لا، إذا ترك هذا جعل الجهال يتبعوه ويعتقدون أن الله جسم، وأن الله له شكل وله لون، وهذا ضد التوحيد. نعم. الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يترك. فالنبي كان يحذر من المنكر، والصحابة كانوا يحذروا، وسيدنا الشافعي رضي الله عنه كان يناقش هؤلاء القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله، فيناقشهم ويرد عليهم. وسيدنا أبو حنيفة نعم. رضي الله عنه سافر من بغداد إلى البصرة أكثر من 20 مرة على الدابة، نعم. وبين بغداد والبصرة قريب أكثر من 400 كيلومتر، سافر ليدافع عن دين الله. فهذه الفرق التي أخبر عنها النبي وقال كلها في النار، يعني تستحق النار، إلا ما عليه أنا وأصحابي، علينا أن نبين ما عليه الرسول وصحابته، وأن من خالف الرسول والصحابة يستحق النار. فالفرقة الناجية هي التي هي جمهور الأمة المحمدية، لذلك نعم. في حديث هي السواد الأعظم، جمهور الأمة المحمدية الآن على ما كان عليه الرسول يعني وأصحابه.